يا رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أحبتي المشاهدين، استثمارنا لهذا اليوم عن موضوع التطوع وكيف نستثمر شهر رمضان في العمل التطوعي. التطوع ما مفهومه؟ التطوع هو بذل العون والخير للناس المحتاجين بدون أي مقابل. كيف نستثمر شهر رمضان في التطوع؟ عندنا الكثير من الصور لاستثمار شهر رمضان في أعمال تطوعية. لدينا مثلا تنظيف مسجد الحي مع شباب اللي مو شباب بعضنا، وننظفوا مسجد الحي، ننظفوا دورات المياه، حشاكم دورات مياه الجامع ننظفوها، ننظفوا أمام الجامع، نغيروا إنارة الجامع، نغيروا الأضواء. عندنا كذلك مهم هذا الشيء ليبدل السلة الرمضانية، سلة الخير المشهورة اللي فيها دقيق، فيها مكرونة، فيها تمر، فيها حليب، فيها بعض اللحوم لو كانت مناسبة وضحها. فهذه من أبواب الخير. إذا كنت لا تستطيع أن تقدم شيء هذا، ابذل المال، أجمع معهم تبرعات، قف معهم في جمع هذه التبرعات، ساعدهم. كذلك من الصور الأخرى لدينا أن نستطيع أن نقدم مثلا إفطار الصائم. وجبة إفطار الصائم نقدمها للعمال، عمال أجانب لا يوجد من يعولهم. عندنا نوقف في السمافروات مثلا، إشارات مرور، نقدم هذه الوجبات، نساعد بعض الناس. أعمال جميلة جدا ولها أجور عظيمة. نعرف أن الأجر في شهر رمضان أجر مضاعف كريم، فلو فرجت كربة عن الناس يفرج الله عنك كرب كثيرة يوم القيامة. فهذه فرصتك أخي لننظر لهذا الاستبيان، استبيان على جامعة طرابلس. كم من الشباب منتسبين للعمل التطوعي في مؤسسات؟ وجدوا أن 20% للأسف 20% من الشباب منتسبون للعمل التطوعي، و 80% لم يهتموا بهذه الأشياء، مش معدلين عن جو المؤسسات كما يقولون. عندنا لو ننظر إلى جوجل نرى منظمات يهودية، منظمات تشتغل في أمريكا، منظمات تشتغل للتبشير في أفريقيا وغيرها من أعمال تطوعية، آلاف مؤلفة. فهذا الفرق بين الخيارين إخوتي. فكيف نستثمر رمضان في العمل التطوعي؟ لكم الإبداع في الاختيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوم لله يجزي كيف شاء به، الصوم لله يجزي كيف شاء به، يا رحمة الله.